اللي انا كنت اتكلمت عليها قبل كده، اللي حياتها كانت قصيره جدا وكان عندها 15 سنه ومع ذلك حققت اللي يعجز عن تحقيقه كثيرين. ياسمين كانت مبدعه وملهمه، كانت نموذج للامل والصبر، كانت متعتها في اسعاد الاخرين رغم ان هي شخصيا عاشت مرض كل اللي يعرف انها عايشاه بالتاكيد كان بيتالم. كمان اسرتها ومحبيها اطلقوا مؤسسه باسم ياسمين السمرة لمساعده كل المصابين بهذا المرض في مصر. ياسمين كانت انسانه عظيمه جدا وفنانه مبدعه جدا، اللي كان يعرفها يحس قد ايه ان هي كانت بتكبر سنها. انا كنت بعرفها انسانيا وبحس قد ايه انها فنانه موهوبه، وبحس قد ايه انها مؤمنه بقضاء الله. كانت بترسم لوحات، تقول لي يا عمو انا برسم لوحات دي عشان ابيعها عشان بفلوسها ابعتها للاطفال زي اللي مش قادرين يدفعوا فلوس عشان يتعالجوا في مستشفى القصر العيني. كانت نموذج للتضحيه. ربنا يرحم ياسمين ويجعل باذن الله يعني الصبر لوالدها ووالدتها واخوها ويصبرنا كلنا، لان لما بنفقد طفله جميله بنشعر كلنا احنا فقدنا بعد الشر حد من اولادنا. عشان كده لازم نشارك اسرهم ولازم نقف جنبهم ونصبرهم، وبالتاكيد لازم نشجعهم ان هم يحيوا ذكراها باللقاءات اللي بيعملوها، بحفل التأبين، بالمتحف اللي بيعملوه، لعل وعسى تكون خير ذكرى لانسانه جميله وطفله رائعه اسمها ياسمين السمرة. تعالوا نشوف تقرير عن حفل التأبين ونرجع عشان نكمل فقرات برنامجنا. في سقية الصاوي توافد عشرات الفنانين والمشاهير للمشاركة في حفل تأبين زهرة المبدعين رسامة الكاريكاتير ياسمين السمرة التي غيبها الموت بعد صراع مع مرض الفقاعة الجلدي النادر اللعين. مبسوطة وسعيدة جدا بحضوركم، جدا جدا، من كل قرايبنا، كل اصحابنا، كل حتى ما عرفش ياسمين قبل كده، وجاي مخصوص عشانها. بشكر طبعا باشمهندس محمد، بشكر كل اللي ساعدني. ياسمين السمرة يرحمها الله ويبارك في كل ما تركت من مشاعر قبل ان تكون اعمالا ذات قيمه فنيه وقيمه انسانيه. هي كانت مهمومه بالاخرين، فدي نموذج ما نعرفش الا ان احنا نعتبره مدرسه لنا كلنا الكبار قبل الصغار، ونقتدي بها على صغرها ونتعلم منها هذا الدرس العظيم. وأقول معاكم يرحمها الله. أسرة ياسمين ومحبوها أعلنوا تأسيس جمعية باسمها لتكون عونا لجميع الأطفال المصابين بهذا المرض، مثلما كانت ياسمين ملهمة لجميع من عرفها. أنا بحيي ياسمين وهي، أنا حاسة أن هي حوالينا وموجودة، وحاسة أنها قدرت تخلي في ناس كتير جدا تبقى حابة تعمل خير علشان تحمد ربنا انه اداها الصحة. بشكر المؤسسة ان شاء الله القادمة اللي بتتعمل دلوقتي علشان تخفف اوجاع اللي زي ياسمين كده، وبشكر كل اللي هيتفرجوا علينا النهاردة ويكونوا مساهمين في الخير للمؤسسة اللي بتتعمل باسم ياسمين السمرة. والمؤسسة دي كان طلب ياسمين في حياتها ان لازم نعمل جمعية علشان نساعد الأطفال ونخليهم يعيشوا في حياة على الأقل حياة تعتبر طبيعية بالنسبة للأطفال الآخرين. الحقيقة المؤسسة دي سمتها باسم ياسمين، مؤسسة ياسمين السمرة لمرضى انحلال الجلد الفقاعي. وعلشان كده احنا فكرنا ان احنا نعمل بروتوكول مع القصر العيني ونتبرع بكل ما يحتاجه لصالح هؤلاء الأطفال. وأتمنى ان من خلال المعرض الرابع اللي ريعه كله ان شاء الله هيكون رايح لهذه المؤسسة اللي هتعمل، اتمنى انها تعمل الخير وتكمل المسيرة بتاعت ياسمين السمرة. انا كل يوم كنت بتعلم من ياسمين، ورغم صغرها هي اللي كانت بتعلمني انا، وانا اتشرف ان انا عرفت واحدة زيها عشان هي غيرت لي حياتي
ولو ما كنتش تعرفت على شخصية زيها ما كنتش تغيرت، ما كنتش أكون الإنسانة اللي أنا النهاردة. وبشكر ياسمين على كل حاجة هي علمتها لي. موهبة ياسمين ظهرت وعمرها 5 سنوات، واحترفت الإبداع في سن 9 سنوات، ورسمت ببراءتها الطفولية أروع اللوحات، ونظمت 4 معارض حضرها كبار الفنانين. ورغم غيابها إلا أنها ستظل برسوماتها وروحها الطيبة في قلوب الجميع.